بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتح نوين كرام من شمد الدرع المسلم من أسلافنا أجدادنا رجالنا شهنا صالحون. اللهم ادخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم، أخلاقنا أخلاقهم، علومنا علومهم، على هذه النية كلنا صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا من الآخرة. وعلى مناهبنا علي بن محمد بن شلبشي وعلى مناهب ابن الكرام مثل هذه المناسبة، ونستحضر أرواح المطهرة الزاكية في هذا المدرس المبارك في هذا المجمع شريف، نهدي لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد أشار في بدر في الكون أشارك، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، محمد كرم داء يدعو إلى الحق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، على محمد المصطفى الصادق المصدق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، محمد أحلى الورى منطقا وأصدق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، محمد افضل من بالتقى تحقق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، محمد اجمع من الشمل ما تفرق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، محمد صل وسهل ما قد تعوق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، اللهم بارك لنا في رجب Oh,
لا 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 يا الله.
تسليمي تسليمي يعدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري تسرى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي ودين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي ودين اليسر يا نبي Shit.
وتعالي علمها بصد لهم من فائد المنة ما جارت به في أجداره الكسمى صلى الله عليه فارسل إليه مشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادته لزلة بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم شهادة صلى الله عليه أعظم هذا الفضل الذي فرز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فدعت بوجودها أكناف الوجود وتلازت ورد العوالم بذراز الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك قدسه الواسع تجلي انقضى بانتشار فضله في الكريم والشاسع صلى الله عليه وسلم فله الأبد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة يتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحديث صلى الله عليه وسلم قد توالى بحبيب عم الألام نوالى صلى الله عليه وسلم جل من شرف الوجود بنور غمر كان بهجة وجمالا صلى الله عليه وسلم على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظت العيون في مجلته بشرا كاملا يزيح الضلالا صلى الله عليه وسلم قد أدور فذا في شؤونه وكمالا صلى الله عليه أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز أن وصفه اللسان ويحار في التعقل معانيه الجنان البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيته في الذكر الحكيم ببشارتي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل على النبي محمد صل عليه صل على النبي محمد صل عليه أتمبو أتمبو أه أتيس أو أنيب أيو سينغ سمعت دي diangkat tangannya أيو سينغ سمعت
Iya. Ayo, saya paling semangat seketewu. Ayo. Diangkat kabeh tangannya. Temenan ya. Ayo. Astana ayo, diangkat, yang semangat, yang kompak. Ayo, semuanya diangkat tangannya. Ayo. Halo. Yang punya tangan, mana tangannya diangkat? Halo, ayo ibu, ben keringetan, ayo. Siap. Dipantau, ya sambil dipantau, Bib. Ayo, semangat semuanya. Ayo ibu, semuanya diangkat tangannya. Ayo, ngosong semangat. Tak terlalu, tak mencari, saya ketemu. Oke. Siap. Ayo, bismillah. 1, 2, 3. Ya Imam Arus Liasan Nadi Anda Bagullah Imuhtamadi Fadi Dunia Ya Wa Akhirati Ya Rasulullah Ihud Biyaji Ya Imam Arus Liasan Nadi Yes, sir.
ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله I'm
وصلي وسلم وبارك على آله وأشهد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجلال من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلو على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشارا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتصر سرها في البحر والبحر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه صلاة يتسن بها روح المصلي عليه صلاة يتسن بها روح المصلي عليه صلاة يتسن بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبي نور سر تعلقي به وحبه ويضويها بعناية الله في حسبه وعلى آل وصحبه الذين ارتقى صهوة المجد وتفيأوا دلال الشرف نسلي ودي وحبه ما عذر الأكوان بنسي ذكرى اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بدور أسرار التخصيص البشر الكريم بالتعظيم والتكريم نفدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بين التصوير في العالم المطلق القبير أنجم المشهور بالعين حامل الوسم الكمال المطلق والوسم الثاني والسيل وتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون وما من ظلم ضمة إلا وتمس عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف به موطن استقراره وموطن خروجه وقد قضت أقدار الأزليات بما قدس وأسرج من سر هذا النور ما أسرج وقص به من خصصت فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشر لك البشر ونور حير الأبكار ظهوره وبهر فتعلق زم ما تراحم لهذه الحروف يركما في هذا القرطاس ما ولديه من عجائب النار معروف إن كانت الألسن لدى في بشر من أشهر أوصاف ذلك الموصوف تشفيق للسامعين من خواص المؤمنين وترويح للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام أنشؤ خير الأنا ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من شر أشرف المخلوقين صلى الله عليه في مولدي من الفضل الذي عبد العالمين صلى الله عليه وسلم في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين لكن تعلقي بهذه الحضرة الكريمة ولا يعد التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولا الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع يا
يترحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على Kepo, ono kepo, nyundang sapi.
عليه وعلى آله. ومنذ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وموضع لكتبه هذه الذرة المكنونة والجوهرة الموصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وكلاس بقرب دور إشراك هذا السراج والأيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاء جواهر الكنوز وكل دابة لقريش نطقت بفصيح الإبارة معلنة بكمال الإشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادتها ولم تزل الأرض والسماوات بدعة من خدم بإطر الفرح بملاقات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون وظهور مجد التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعليم في بروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على آله Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Diri Muhammad Ainul Yakin Sunan Bunang Maulana Maktun Sunan Derajat Raden Qasim Sunan Kali Joko Raden Syahid Sunan Muria Raden Umar
وسلم على سيدنا محمد أدم بإذن الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله إصالة دائمة في دوام ملك الله صلاة دائمة فحين كرب وانواد يد الحبيب على يد السماء والارض وفيهن بالترحيب وانثار الجود الالهي على عدل وجود تسير وسنة الملائكه بالتبشير للعالمين تعز سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر وقدرتك شجن عدل مسوان ابرز صدرك من في عالم الظهر نارا فك كل نور وفد العقل معنا من انتم الله عليهم من خاص العباه يهضر عند ودي عمد انيس لجنب المسجد ومشرع عدل في هذا السماد الممدود وعضر بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة عزية ومعه من الحرنين وقسم الله لنا الشرف بقسمة الغافية هذا العدل الذي رنتم الله على خضور وجود اهل المولود فوفلق الصبع الكمال من النور العمود وبرز الحميد المعمود مدعينا لله بالتعظيم والسجود محال القياس صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الصلاة صلوات
Yeah.
مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين الله مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين أمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين أمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وحد وحين أمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أمين. اللهم إنا لنا أطماء في رحمة الحسد فلا تحرمنا ودننا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تهيبنا أما نبيك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا بك مستشفعين أن تقبل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما شعل والمؤمل بما أمال وأن تجعلنا سر حبيبا وواجره وله وظهره وأمه ببركة والشر أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم رجالك جميع أكثر منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بألي مأمور رحمنا وشورة وصل اللهم قربة المقربين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك لبديك المؤمنين أجمعين وفي شر المؤتدين والظالمين وبسود الأدلاء بلد الحق بجمعنا وحي والأكبر ويدن بتأييد من إندكان ونسرين على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الهرج المكين من الذنوب والخطايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الهرج المكين من الذنوب والخطايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الهرج المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بدعاتك وصدق خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واحتم لنا منك بخير أجمعين يا الله واحتم لنا منك بخير أجمعين يا الله واحتم لنا منك بخير أجمعين يا الله وصلي وسلم على ذا الحبيب المحبوب للأسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منصوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بالقبول وإلى حضرة رسول محمد صلى الله عليه وسلم بأسرار الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سكن كندور يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن Oh,
berkorban